في قرية تامسولت الجبلية جنوب المغرب تقع مدرسة تامسولت القرآنية للتعليم العتيق التي أسست في القرن الثاني عشر هجري. القرية تحكمها أعراف وتقاليد متوارثة وقعت ضحيتها فتيات كثيرات حرمن من أبسط حقوقهن كالتعليم. إيجا بومليك ابنة الرابعة عشرة كادت أن تكون إحداهن. كنت كنقرأ في الابتدائي وملي كملت الابتدائي بغيت نمشي الإعدادي، ولكن الإعدادي بعيدة بزاف على المنطقة اللي ساكنة فيها أنا. والدي ما بغاوش نمشي الإعدادي، بغاو نجي لهنا ونجي مدرسة تمثيل الخاصة للتعليم العتيق. يعاني تعليم الفتيات من تعثر كبير في القرى المغربية، وأحد أسبابه هو جهل الآباء بأهمية التعليم، حيث يمنعون بناتهم من الدراسة لاعتقادهم بأن ذهاب الفتاة إلى المدرسة صباحاً وعودتها مساءً لا يتماشى مع تقاليدهم ويمس كرامتهم. لهذا تعمل مدرسة تامسولت ومثيلاتها على تغيير هذه الأفكار الخاطئة. للأسف الآباء عندهم واحد الفكرة أن الفتاة ما خصهاش تقرأ، هذا حرام، هذا ما كاينش في الدين ديالنا وما كاينش في الإسلام. بالعكس، الإسلام كيشجع الفتاة تكون عالمة وتكون فقيهة وتكون مرشدة دينية. تضم مدرسة تامسولت القرآنية 260 طالباً وطالبة، ولم تعد المدرسة تقتصر على تحفيظ القرآن وتلقين دروس العلوم الشرعية فقط، بل أصبحت أيضاً تتيح الفرصة لهؤلاء الطلبة لإكمال دراستهم للحصول على شهادة التعليم الثانوي بدون التمييز بين فتى أو فتاة. فالمدرسة فتحت لطلابها أبواباً جديدة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية. وراني تعلمت بزاف ديال الحاجات من هاد المدرسة العتيقة، وكنتمنى باش نكون معلمة في المستقبل، باش نعلم هاد الأجيال اللي جاية، نعلمهم كيف ما تعلمت أنا في صغري. تسعى مدرسة تامسولت بشكل أساسي إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين وتخريج مواطنين صالحين يفيدون مجتمعهم، كما هي الحال بالنسبة للطلاب والطالبات الذين تخرجوا من المدرسة ويشغلون مناصب هامة في المغرب أو خارجه. إيجا تغادر المدرسة بعد نهاية كل يوم دراسي آملة في أن تصبح مثلهم في المستقبل.